الفترة دي لازم يحصل معاه حوار، لازم يحصل معاه كلام. ايه سبب تراجع مستواه؟ انا شايفها موضوع نفسي. ليه؟ بيرسي تاو قبل كده الوحيد ما كانش بيتغير. بيرسي تاو كان من الناس الاساسيه موجوده عند كولر، ما بيغيرهاش، بس مستر الكوره فيه ممكن سوء الفهم او حصل المشكله حصل قبل كده وكلنا شفناها، فممكن عملت تاثير شويه. فدليل على كده اللي انت بعد الاحداث دي حصلت، اللي هو لما كان ما كانش مصاب او كان في شد في سمانه رجله وحصل المناوشات دي، فطبيعي دلوقتي هو حتى بيلعب هو مش مبسوط. انت بيرسي تاو خلي بالك في لعيبه لما بتلعب نفسيتها كويسه بتدي مظبوط. لك في الملعب، فانا شايفه حتى هو مش لما بيطلع بيكون متضايق كمان. ده رغم انه اخر موقف واجتماع تم ما بين كولر واداره الاهلي الكرويه كان بالنسبه له بيرسي تاو هو الاجنبي الوحيد اللي انا عايز امدد عقده دلوقتي لحد ما اقيم الباقيين. ماذا عن موقف مودست وبيرسي تاو واجانب الاهلي؟ تعالوا نستعرضه مع حضراتكم في هذا العرض. هنلاقي انه كولر المدير الفني للاهلي طلب وقف اي مفاوضات للتجديد مع لاعبي الفريق الاجانب من اجل استمرار اي منهم الا بعد انتهاء دوري ابطال افريقيا وتقديم تقييم كامل لرؤيته حول مستقبل الاجانب. الاستثناء الوحيد لكولر كان وسام ابو علي المهاجم اللي اكد كولر على استمراره. كولر ايضا توافق مع لجنه التخطيط على توجيه الشكر لانتوني مودست واداره الكره. سوف تخطر اللاعب بشكل رسمي مطلع يونيو بان النادي لن يفعل تمديد الموسم الثاني من عقد اللاعب الفرنسي. تحت تقييم كولر ديانج، كريستو، معلول، رضا سليم، حتى وان كان لسه بقى معلول امر مش فني اداري انه بالتجديد التعاقد زي ما قلنا. بيرسي تاو كولر طلب من فترة طويلة آخر حاجة حصلت في اجتماعات تمديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل وأصبح ضمن أولويات لجنة التخطيط للكرة من أجل تمديد عقده إلا إذا جد أي جديد بالنظر لمستوى بيرسي تاو الحالي اللي اتكلم عنه الكابتن أحمد أبو مسلم. نتيجة الماتش كام يا كابتن أبو مسلم توقعك؟ ده ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله، ممكن 2-0 ان شاء الله. بس انا كان بقول لك عندي بس يعني عندي بس تعقيب على الكلام اللي هو بتاع مودرس. لا مودرس خلي بالك الموضوع من شهر وشهر ونص. انا قلناه من زمان بس هو دلوقتي كولر نفسه توافق لان كولر كان بيتقال له خلاص ده قرارنا وكان لسه بيسمع لا هو النادي الاهلي كان طبيعي، لان المعلومه اللي عندي اللي هو كان من شهر ونص هو بلغ وكيله ان الموضوع مختلف، الموضوع خلاص لحد كده خلاص. ده تحديدا بعد ماتش الاهلي والزمالك على فكره. هو من دي من كانت فتره الضربة الأخيرة. لا هو من فترة بص يعني هي العملية مختلفة، حتى كولر لما حتى عايز يقنعنا لجيت اتكلم على كولر وفلافيو الموضوع مختلف. مودست وفلافيو. مودرس وفلافيو مختلف. فلافيو لا كان خطير حتى لو ما بيسجلش. بس وتاني حاجة فعشان كده كنا احنا في الملعب بنحس بيه، يعني هي واقفة معاه شوية بس هو لعيب كبير. صح. فأنت بتتكلم راجل مجهوده في الملعب، لا الموضوع مختلف يعني. هتروح الماتش؟ لا ببقى صعب يعني، ببقى عصبي شويه. تبقى عصبي شويه ولا بلاش تذاكر؟ لا لا خالص، النادي الاهلي الموضوع سهل يعني. بس طب ما تجيب لنا تذكرتين. عينيا. انا و10 من المشاهدين. 10 مره واحده؟ لا بس احنا بنتكلم انت عندك يعني لما احنا بطلنا كوره احساس بره الملعب بيبقى صعب جدا. تمام. يعني انت لما تكون موجود في الملعب انت انا قايم بدوري. قايم بدورك. وتاني حاجه انت في ايدك ممكن تموت نفسك، تلحق تطلع كوره تجري تموت نفسك، اما انت قاعد قدام الشاشه ما بتلحقش تعمل حاجه، فانت رد فعلك عصبي يعني. اي ابني يعدي رحيم يعدي من قدامي بيشجع الاهلي يقول لي اقول له امشي، فالموضوع بيبقى صعب شويه. بكره اخيرا في ماتش الزمالك مع مودرن فيوتشر طاقم التحكيم اعلنته اداره الحكام او لجنه الحكام في اتحاد الكره المصري ويقود